بمجرد ما اطمأن إدريس الأول لتدعيم أركان دولته وتوطيد دعائم ملكه، نهض للقضاء على ما كان بالمغرب من مختلف العقائد والأديان، فقضى على بقايا اليهودية والنصرانية والمجوسية، وناهض الخوارج والمعتزلة، وجمع الناس على عقيدة السلف، ودعاهم إلى الاقتصار على مذهب الإمام مالك، وجاءهم بالموطأ فنشره بينهم. فما كان لهذا المغرب أن يتحد في عقيدته ومذهبه إلا في عصر هذه الدولة الإدريسية. ويقال أن أول من جاء بالموطأ إلى المغرب هو علي بن زياد التونسي المتوفي سنة 799 ميلادي، وإن روايته للموطأ مشهورة بين الموطآت، توجد منها قطعة صالحة بمكتبة القيروان العتيقة. وكان إدريس يقول: نحن أحق باتباع مذهب مالك وقراءة كتابه، وذلك لرواية الإمام في الموطأ عن والده عبد الله الكامل، ولما كان يراه مالك أيضا ويفتي به من خلع الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور وصحة البيعة لمحمد النفس الزكية أخي إدريس. وقد لحق مالكا في ذلك من المحنة والأذى ما لحقه، فانتشر لذلك يومئذ المذهب المالكي بالمغربين الأقصى والأوسط، كما نشره السحنون بالمغرب الأدنى تونس حاليا. فعمت المالكية المغرب الكبير مع ما في ذلك أيضا من عقائد الزيدية والمذهب الشيعي. كان عهد الأدارسة بالمغرب عهد عمارة وتأسيس، وذلك ما تمتاز به الحضارة الإدريسية، فإنهم كثيرا ما أنشأوا مدنا مزدهرة ومباني فخمة، وخاصة بالمغرب الأقصى أعظمها عاصمة فاس وسبتة. أما في الجزائر فلم يكن لهم بها كبير أثر بسبب بعدها عن مقر الإقامة ودار الملك. تأسست الدولة الإدريسية سنة 788، وانتهت بالقبض على الحسن الحجام سنة 923 ميلادي، فكانت مدتها 139 سنة. ومملكة الأدارسة واسعة النطاق، تشتمل على المغرب الأقصى أجمع وبعضه المغرب الأوسط، وبها حصون طبيعية ومعاقل ممتنعة، ولكن سهل سقوطها في يد العبيديين اشتمالها على ضعفين سياسي وإداري، ذلك أن الأدارسة بقوا تلك المدة في الملك من غير مزاحم، ولم يعتنوا بتهذيب البربرة تهذيبا يحبب إليهم النظام ويكره إليهم الفوضى، بل إن البربر لم يزالوا على حالهم يتشوقون لمن يقودهم إلى الثورة، عسى أن يقضوا بعض الزمان في الفوضى، فما كادت تظهر دعوة العبيديين حتى هرعوا إليها. ولقبيلة مكناسة وأميرها موسى بن أبي العافية اليد الطولة في إعانة العبيديين على الإدريسيين. وكان النظام الإداري قد فكك وحدة الدولة الحربية وذهب بقوتها المالية، فلم تجد ما تدافع به ذلك الخطب الداهم، ولانفصال أعمال المملكة بعضها عن بعض إداريا لم تسقط كل الأعمال بسقوط فاس، فإن الجزائر العلوية بقيت بعدها بمدة. لما ظهرت دعوة العبيديين بالمغرب وقضت على الدعوة الإدريسية، زاحمتها الدعوة الأموية، فافتتح عبد الرحمن الناصر مليلة سنة 314 هجري،
وبث دعاته بالمغرب، فلباه إدريس بن إبراهيم صاحب أرشقول، وكاتبه وأهدى إليه، واقتفى أثره في ذلك الحسن بن أبي العيش صاحب جراوة، وموسى بن أبي العافية، ومحمد بن خزر المغراوي، فنازلتهم جيوش العبيديين، فخضع لهم صاحب جراوة وأرشقول خضوع من عجز عن المقاومة. وفي سنة 315 هجري بعث عبيد الله المهدي ابنه أبا القاسم لإخضاع المغرب، فافتتح بلد ناكور، ونازل الحسن صاحب جراوة وضيق عليه. وفي سنة 319 زحف موسى ابن أبي العافية بدعوة العبيديين إلى تلمسان، وغلب عليها الحسن. وخلاصة انهيار الجزائر الإدريسية أنه لما توفي إدريس الثاني وتولى مكانه ولده محمد، قسم بلاد المغرب بين أبنائه وإخوته وبني عمه وهم كثيرون، فأقطعهم البلاد وجعل منهم في كل بلدة أو ناحية أميرا مستقلا لا يشاركه الإمام إلا في الدعاء له على المنبر فقط. فكان هنالك من خرج عن طاعة الإمام وبايع الأمويين، وذلك رغبة أو طمعا في نيل رتبة منهم، أو رهبة لقرب بلاده من ولايتهم. وهكذا تقطعت أوصال الحكومة الإدريسية وتبعثرت وحدتها، فتمرد الأمراء والعمال وانحاز كل إلى عمله. وقد اكتنفت الدولة يومئذ مطامع دولتين عظيمتين، الدولة الأموية بالأندلس ودولة العبيديين الفاطميين بتونس. ثم إن الحكومة نفسها لم تكن لتعتني بالشعب المغربي العناية اللازمة التي تتطلبها الظروف المكتنفة بها من حيث السياسة الخارجية مع شراسة أخلاق البربر ووضعيتهم الشاذة، بل تركتهم على فطرتهم وطبيعتهم الفوضوية، ينهضون مع كل ناعق ويتبعون كل ناعر، حتى إذا صاح بهم داعي الشيعة العبيدي فسقطت فاس عاصمة الدولة بيده بسرعة، ثم انتهت بالقبض على آخر ملوكها الإمام الحسن الحجام، وكان ذلك سنة 923 ميلادي كما قلنا في البداية. وتأخرت قليلا بعدها إمارات الجزائر إلى أن جاء دورها، فسقطت سقوط أوراق الخريف الواحدة تلو الأخرى، فأولها سقوط جراوة، واستمرت تلك الفوضى إلى أن رفض موسى التشييع واتصل بعبد الرحمن الناصر بالأندلسي ودعا إليه الخلافة الأموية. ثم كان سقوط ولاية تنس التي كان يرأسها علي بن يحيى، فانتصر عليها زيري بن مناد الصنهاجي حليف العبيديين سنة 953 ميلادي، فلحق يومئذ علي بالخير بن خزر المغراوي صاحب وهران مستنصرا به، وبعث بوالديه إلى الناصر الأموي بالأندلس، ثم عاد زاحفا على تنس فلم يظفر بها، فكان ذلك آخر العهد الدولة الإدريسية بهذه الديار. وقد عمرت بالجزائر 170 سنة. أما في أقصى المغرب حيث كان مركز خلافتها، فقد تقدم انهيارها عن إمارات الجزائر 31 سنة، ولقد نهض بعض الأدارسة بعد ذلك يحاولون إعادة مجدهم فلم ينجحوا. من ولاة الجزائر وزعمائها كان محمد بن خزر المغراوي، هو صاحب تلمسان قبل ولاية هذه الدولة على المغرب. ولما احتلها إدريس الأول
ولى عليها رجلا يعرف بابن العلا، ثم كانت من إقطاعات سليمان بن عبد الله أخي إدريس، ثم خلفه عليها ابنه محمد، ثم أحد إخوان أبناء ملوك الزناتة يقال له علي بن حامد الزناتي. ولما تولى الخلافة محمد بن إدريس الثاني جعل المغربين الأوسط والأقصى أوزاعا بين إخوته وأقاربه، فكانت تلمسان وأعمالها لأخيه حمزة، ثم تولاها أبو العيش عيسى بن إدريس بن محمد بن سليمان، وتوارثتها عنه أبناؤه من بعده إلى زمن ظهور بني عبيد، وكان على إمارة متيجة بنو جعفر بن حسن عم إدريس الأول، ومنهم أبو فريك، وعلى تيهرت الحسن بن محمد بن سليمان، وعلى إمارة هاز أبناء الحسن بن سليمان، وعلى مدينة مدكرة بعيد متيجة محمد بن سليمان ثم ولده، وعلى سوق إبراهيم عيسى ابن إبراهيم بن محمد بن سليمان، وكان على مدينة أنملاتة قبل وادي ملوية غربا محمد بن علي بن سليمان، وكان على مدينة أرشقول على ضفة نهر التافنة عيسى ابن مريم بن محمد بن سليمان إلى وفاته سنة 908، فتولاها بعده ابنه إبراهيم المعروف بالأرشقول، ثم يحيى ابن إبراهيم المعروف بالأرشقول، ثم يحيى بن إبراهيم، ثم أخوه إدريس بن إبراهيم إلى ظهور الشيعة عليه سنة 935، وتولى قضاءها يومئذ عيسى بن جنون، وكان على مدينة جراوة على ستة أميال من البحر، وعلى مرحلة من ملوية إلى ناحية تلمسان إدريس ابن إبراهيم، ثم ولده الحسن، وكان للحسن هذا ولد يدعى بعبد الله الترناني لولايته على ترنان، وهي على مرحلة من تلمسان، وكانت ولاية مازونة والتنس ومستغانم لإبراهيم بن محمد بن سليمان، ثم لابنه محمد من بعده، ثم ليحيى بن محمد، ثم لعلي بن يحيى، إلى أن تغلب عليه زيري بن مناد سنة 953 ميلادي إلى الجبر بن محمد بن خزر. وهكذا اقتسم الطالبيون المغرب الأوسط بينهم كما فعلوا أيضا بالمغرب الأقصى. قال ابن خلدون: وسليمان بن محمد بن إبراهيم من رؤساء المغرب الأوسط، وكان من بني محمد بن سليمان هؤلاء وبطوش بن حناتش بن الحسن بن محمد بن سليمان. وقال ابن حزم: وهم بالمغرب كثيرا جدا، وكان لهم بها ممالك، وقد بطل جميعها ولم يبقى منها بها رئيس بنواحي بجاية. وحمل بني حمزة هؤلاء جوهر إلى القيروان، وبقيت منهم بقايا في الجبال والأطراق معروفون هناك عند البربر. هكذا أفلى نجم هذه الدولة، الدولة الإدريسية. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وهي الجزء الأخير من الحديث على الدولة الإدريسية. لا تنسوا أيها الأحبة الاشتراك في القناة ومشاركة المنشور وضغط الزر حتى تصل إليكم جميع الحلقات. لله التوفيق لنا جميعا إن شاء الله.